تعيش آلاف الأسر النازحة أوضاعاً مأساوية منذ أكثر من عام ونصف من العدوان الغاشم على بلادنا. أسرة سالم أحمد صالح المكونة من 7 أشخاص والتي نزحت من مديرية حرض الحدودية إلى عبس تعيش واقعاً مريراً بكل التفاصيل. لم يعد كل شيء كما كان ولم تعد تقوى على احتمال مصابها. سالم أحمد صالح وجد هو وزوجته داخل هذا المبنى في مديرية عبس بمحافظة حجة ستارا يقيهم وأطفالهم الخمسة من قص العدوان، فنزحت لتنجو بعائلتها بيد أن معاناتها لا تنتهي بل تكاد تسوء أكثر. طعامهم بعضا من حبات الأرز وفراشهم لا يكاد يغطي أو يتسع لأجسادهم إذا افترشت الأرض. الآن حول الله ذا اليوم قال لي احنا واحد على ذا المحل، فاجيت انا وحرمتي بعلي الى هنا. بعض الاحيان اخرج اطلب لي من الدكاكين والله العظيم سر سر، واخرج من المطاعم دول الغمق والرز وصدقوا اليوم عاد صدقوا علينا ذا الجيران المشاب، احنا اجينا صدقوا علينا وربحنا، قال الرز قال المرض قال الحور الحمد لله. هذا الذي حصل، والان ما نمتلك الا وجه الله. دعيت الله ان ربي ينظر علينا وحالتنا حاله ومساكين، خلاص ربك هو على كل شيء قدير. الزوجة أيضا التي فتك المرض في أنحاء عدام جسدها وانقطع عنها العلاج بسبب ضيق الحال، عسى الله أن يمدها هي وأطفالها بمحسنين يؤمنون لها ما تبقى من أدوية وحياة كريمة. أذان إلى الآن تعبانة ما أقدرش أنهس من صدري، كل ما نروح المستشفى يزعطوب، انا اقول انا ضروري زلط، من ان ندي لهم زلط واحنا ناس نازحين من داخل حرض نازحين، عيالي ذكون الساعة بلا ملابس بلا سراويل بلا علاقة، ما نسوي وين نروح؟ حالات مرضية اشبه بحالة زوجة سالم وغيرها كثر يصعب نقلها للعلاج خارج المحافظة بعد أن كان مشفى عبس الريفي الوحيد للمرضى من أبناء المديرية والمديريات المجاورة والذي كانت تعمل فيه منظمة أطباء بلا حدود، بيد أن الأهالي اليوم يحيون الأربعينية الأولى شهداء مجزرة هذا المشفى الذي قصفته دائرات العدوان. إحياء الذكرى أربعينية شهداء مستشفى عبس الذي استهدفه العدوان السعودي الغاشم والذي راح ضحيته العديد من المرضى المدنيين، في هذا اليوم نستنكر هذه الجريمة البشعة. ظروف معيشية مريرة تعيشها أسرة سالم أحمد صالح داخل هذا المبنى، وكأن ما فيهم لا يكفي لتصبح في آخر المطاف واحدة من آلاف الأسر ضحية العدوان الذي بدأ بين عشية وضحاها. من محافظة حجة، مصطفى سنان، اليمن اليوم.